No, I'm about him and I'm getting that, and I say, I'm stunned on, I'm getting that, I'm just going to say, I'm sad, I'm not in, I'm ending, no, I'm living up, I'm living up, I'm getting up. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بدأنا ولله الحمد والمنة في الدرس السابق بتفسير سورة الفاتحة نعم بداية الفرع الرومية إذا استقلار سورة الفاتحة وأخذنا ما يتعلق بشيء من تفسير هذه السورة من أسماء هذه السورة تسمى بالفاتحة أم القرآن السبع المثاني وكذلك أنها رقية نعم. Och vi nämnde några nyttor från den som man kunde förstå från surat al-Fatiha och några av dess namn som al-Fatiha och det sker vad den är lite nyttor från den. وأن فيها مقاصد القرآن. Och det finns även där saker som hör till hela Koranen. من ذكر التوحيد. Som att tawhid nämns monoteismen. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لطاقة فائدة صلى الله عليه وسلم والإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام أبريك هيدا وكانت مسكفين لبروفيت صباك صلى الله عليه وسلم اجتماع الأمة والنهي عن التفرق at some from that score in us or in the split us فيها أحسن دعاء أو أشمل دعاء of that he thinks then best or most omfattend or kala التحذير من الفرق الضالة ومن اتباع طريقة أهل الكتاب اليهود والنصارى. وداري نمس هذا أن أتمسك أكثر سفر بيل سيدة جروب وداري نمس كريسنا أو كيدما. أركان الإسلام والإيمان والإحسان. إسلام سبيلر إيمان سبيلر أو إحسان سبيلر. الإيمان باليوم الآخر. ترون بودوم داجن. وغير هذا من الأمور التي ذكرناها بالأمس. وكان رساكر سمي نمدي قول. نبدأ بإذن الله تعالى الآن بدراسة قصار السور أي من سورة الضحى إلى الناس نعم. وإذا أسكت بالبرج من الفلكلور بيسا كورتا كابيتل من الضحى إلى الناس نعم ذكرنا بالأمس أن البسملة ليست آية من السور ولكن افتتحت بها السور نعم. ينبغي يقول أت البسملة بسم الله الرحمن الرحيم انت ان ذي لو كابيتلت بتعمل ان لين مين كيت كابيتلت إلا ما ورد من الخلاف في سورة براءة نعم فريتهم في سورة براءة فرد نمسوا لك وسيطة وقلنا قد جاءت البسملة في داخل سورة النمل نعم وكان بسملة هو ينمس إنو تي سورة النمل طيب يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى والضحى أي أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا الوقت وقت الضحى يعني اشتداد الشمس في أول النهار نعم عندما ترتفع الشمس وهذا الوقت الذي يعني نذبح فيه الأضاحي وهذا الوقت الذي تصلي فيه صلاة الضحى نعم الله عز وجل بيعمل كابيتلة الضحى من الصلاة راضي الضحى وديتالي ثرمي داغن والله سبحانه بدنا تيدن تودنا تيدن ماسكا بي ويرى عمر هاندينجار بدنا تيدن صوم سولا ستيجن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقات لكن نحن ليس لنا أن نحلف إلا بالله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك نعم الله عز وجل سبحانه بيتفاد هانفيل حكى سبحانه بيتيدن وبيتفاد هانفيل Men vi får inte svära vid något annat än Allah. Och som profeten som sa, den som svär vid något annat än Allah har begått otro eller avguderi. Aqsam Allah subhanahu wa ta'ala bil duha bilna irtifa' al-shams fi waqt al-nahar wa al-layl idha saja ay idha ghatta bi dhalamihi al-ard. Naam. Och Allah azza wa jalla svär även vid natten när det stillsamt mörknar. Så natten är den tiden då mörkret omfattar eller täcker dagen. Aqsam ala mala. Ala madda'a kuffar Makkah. Lianna kuffar Makkah inqata' al-wahy 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fatra. Faqala kuffar 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna Allah subhanahu wa ta'ala taraka an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa jafaa. Wa lam ينزل عليه الوحي بعد هذا الذي يقول كفار مكة فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة نعم
Allah Azze ve Celle svor vid de här sakerna för en mycket viktig sak. Och det var att Kufar, Quraysh, sa att Allah Azze ve Celle lämnade profeten sallallahu alaihi wa sallam i det tillståndet han lämnade honom i. Och att detta är ett bevis på att han inte är en profet. إذن سبب نزول هذه السورة أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جفاك وتركك ولا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي بعدها فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة وأقسم الله سبحانه وتعالى ولله نقسم بما شاء مخلوقاته على أن الله سبحانه وتعالى لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن اعتنى به عليه الصلاة والسلام نعم Därför svor Allah ta'ala vid den här saken om att det inte alls är som Mushrikun sa att Allah Zajil har lämnat profeten sallallahu alaihi wa sallam och inte sett någonting till honom. يقول بعض العلماء أن سبب انقطاع الوحي هذا أولا قد تقدم معنا لو قال لماذا انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول أن الله سبحانه وتعالى يسأل عما يفعل وهم يسألون نعم Och om vissa skulle fråga om varför uppenbarelsen avbröts eller upphörde efter ett tag så säger vi att Allah Azza wa Jalla gör exakt vad han vill. Han frågar sig inte om vad han gör utan det är människorna som frågar sig om vad de gör. Och kadalik qalu min al-asbab anno yani anqata al-wahy fatra hatta yashtaq an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li talaqi al-wahy. Lianna fi awwal al-amr kan an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ikhaf anna hadha amr يعني غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم فعندما انقطع عن الوحي بدأ اشتاق عليه الصلاة والسلام إلى نزول جبريل عليه السلام عليه بالوحي نعم Indeed so bröts uppenbarelsen och vissa lärde har nämnt anledningen till varför uppenbarelsen bröts en viss tid och det var för att profeten sallallahu alaihi wasallam skulle längta mer till att uppenbarelsen skulle komma till honom det var ett prov för honom så han skulle längta efter att Jibril alaihi salam skulle komma till honom med uppenbarelsen وكذلك في هذا أن الكفار يعلم يقين أن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هو من عند الله وشهدوا بهذا أصلا وقالوا أن الله قد جفاك نعم So there was some sort of an Indian and they are in the warfare Allah said in the surah and therefore the kuffar said Allah said in the name that they don't have then open bodies and oblates والضحى والليل إذا سجى هذه الأوقات كان ينزل فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم الله سبحانه وتعالى بها نعم Och dessa tider som Allah nämnde, det vill säga att duha, kvällen eller morgonen, det är sagt, och kvällen, var de tiderna som profeten sallallahu alaihi wasallam brukade få uppenbarelse av Allah. ما ودعك ربك وما قلى يعني لم يترك الله سبحانه وتعالى منذ أن اعتنى به عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى قد اعتنى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام نعم Och Allah Azza wa Jalla säger här att din herre har varken övergett dig eller hatat dig. Så Allah Azza wa Jalla la sin vikt på profeten sallallahu alaihi wa sallam och brydde sig om honom redan innan han föddes sallallahu alaihi wa sallam. وما هو الدليل على هذا؟ ما ودعك ربك وما قلى؟ قال الدليل أن الله سبحانه وتعالى وجد النبي صلى الله عليه وسلم ولد عليه الصلاة والسلام يتيما بلا والله سبحانه وتعالى اختص هذا النبي عليه الصلاة والسلام بالعناية وبالرسالة نعم وهذا بيبيسة فرات الله عز وجل عليه لابنه هنم أفضل هنم إلى هاته هنم يو ديات هن ألتي توق هنم هنم وك هن سليم بريا دي سن فادر دس رفيت نصا سن فدس فادر دس وك فرن دين تيدن بريا دي الله عز وجل تهنم نعم وللآخرة خير لك من الأولى يعني الآخرة خير للنبي صلى الله عليه وسلم من الأولى الأولى هي الدنيا والآخرة هي اليوم الآخر نعم Och Allah Azza wa Jalla säger då, och livet efter detta är sanningen bättre för dig än detta livet. Och Allah Azza wa Jalla säger till sin profet sallallahu alaihi wa sallam att det livet som kommer efter detta livet är bättre för dig än detta livet som du lever just nu. وهذا فيه إشارة وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء وفيه إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم أن ما عند الله خير مما هو في هذه الدنيا لأن الدنيا هذه دار عمل نعم أوكي
i den här ayan finns det en hänvisning till att detta livet handlar om att man ska handla. Man ska göra handlingar och nästa liv är belöningen. Så det är skillnaden mellan detta liv och nästa. Allah subhanahu nämner det i detta i denna ayan. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. يعني أقسم الله سبحانه وتعالى على إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم العطاء الكثير حتى يرضى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه في فضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والله عز وجل نسبة كبيرة نسبة درس افتر ديت وبدين هذا اسقامت سكرت يدي صاد بريهت بي. Så Allah s.w.t. lovar sin profet sallallahu alaihi wasallam att han ska få mycket. Han ska få så mycket att han kommer att vara nöjd sallallahu alaihi wasallam. Thumma anna Allah subhanahu wa ta'ala dhakara min al-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ni'am wal-imtinan alladhi kan lil-Nabi alaihi salatu wassalam. Qulna hala min qabla uladati al-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hala kan fihi ni'aya lil-Nabi alaihi salatu wassalam. Na'am. Därefter kommer Allah, nämner Allah Azza wa Jalla de gåvorna som han har gett till sin profet sallallahu alaihi wasallam redan innan han har fötts. Och detta kommer att komma nu. Alam yajidka yatima walida an-nabi sallallahu alaihi wasallam bila ab wal yatim huwa man mata abuh wa lam yablugh man mata abuh wa lam yablugh. Na'am. Och därefter säger Allah Azza wa Jalla, fann han inte dig faderlös och beskyddade dig? Och vem är en faderlös? Det är en person vars far har dött innan denne blir könsmogen. Walid an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yatiman bila ab. Thumma kana an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ri'ayat wa fi kafalat jaddi Abd al-Muttalib. Thumma ba'da hadha mat Abd al-Muttalib wa kana fi ri'ayat 'ammi Abu Talib. Thumma ba'da hadha mat hatta al-'am. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى أراد أن هؤلاء يموتوا ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية الله سبحانه وتعالى. ألم يجدك يتيما فآوى أي فآوى. نعم. لا، لم تكن الآية ألم يجدك يتيما فآوى، كانت الآية لا الآية ألم يجدك يتيما فآوى ولم تكن الآية فآوى، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ سيأتي بإذن الله. نعم. نعم. سو رفيت صلى الله عليه وسلم سمع بيت سمع آية فدس بدون فار وك هانس مورتو هانو مانو سيتو هانس فارفر هانو مانو عبد المطلب وإفتر هانس دو سيتو هانس فارفر هانو مانو أبو طالب تيس ديسات هانو غوكسو. Och därefter, och Allah Azza wa Jalla ville att de här människorna skulle dö för att Allah Azza wa Jalla skulle få ta hand om profeten sallallahu alaihi wasallam efter deras död. Och det här är قول بعض العلماء رحمهم الله. Jag säger, إذا تخلى الناس عنك وخذلوك اعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتولى وهو يتولى الصالح. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. نعم. Därefter så att Allah Azza wa Jalla säger Sheikhen att vissa lärda sa att om människorna skulle lämna dig och ta avstånd från dig så ska du se det som ett tecken på att Allah Azza wa Jalla vill ta hand om dig. Och i den duan som vi brukar säga så nämnde också och tawallana fiman tawallait. Och Allah Azza wa Jalla säger i denna duan säger profeten sallallahu alaihi wasallam att han gör dua till Allah Azza wa Jalla att han ska ta hand om oss och som han, de andra han tog hand om. والله ترحمهم سنة رتفردية شامرة. فلو قال قائل لماذا كانت الآية ألم يجدك يتيما فآوى ولم تكن الآية فآوى، يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفرف نمر الله عز وجل انت ديريكت تيل بروفيت صلى الله عليه وسلم هذا بدنا نصير فآوى وك دو بليف هيلت نيد وانت صوت هان يورد داي نيد. يعني أن الله كان النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية الله وضمه إليه وحماه الله سبحانه وتعالى ولم يناله أحد بسوء. نعم. الله عز وجل تقال سبحانه منهم وبغرض منهم أولاد إني أسخاد منهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
لماذا؟ قال حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى آوى وآوى به كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون في حفظ الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد، يعني ليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان قلنا آوى وآوى به الله سبحانه وتعالى، هذا من بركة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Förståelsen av versen varför Allah inte nämner profeten som i direkt form är att Allah kommer att ta hand om sin profet sallallahu alaihi wasallam. Och därefter kommer alla som följer honom ta hand om Allah. Så denna äya är inte bara för profeten sallallahu alaihi wasallam utan alla de som följer hans väg. Naam. Wajadaka dhallan ay anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadri mal kitab wa la iman. وعلمه الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. Därefter säger Allah عز وجل att han fann profeten صلى الله عليه وسلم och som fann dig ovetande och vägledde dig. Så profeten صلى الله عليه وسلم var ju ummi. Han kunde inte läsa eller skriva. Och Allah عز وجل tog hand om honom och fann honom detta tillståndet och lärde honom. نعم. وأجمعت الأمة على أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عصمهم الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الشرك، ولا يمكن أن يقع أحد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الشرك الأكبر والأصغر كذلك. نعم. أمة الإسلام دي الإسلام بس كسام فوندت أرينات وما تيني بروفيت كان فهم لا الشرك ورسى ده تشتر الشرك إلى مندر الشرك ده تأمة بيتات نوع البروفيت كان هم لا إيدت فنصت. إذا ضالا هنا معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدري عن هذه الشريعة وأوحى الله سبحانه وتعالى إليه بهذه الشريعة. نعم. وهداه إلى هذه الشريعة، الشريعة المباركة. نعم. So there said that Allah عز وجل ضالا إن بالبروفيت صلى الله عليه وسلم هو أوبيتاندا أم يزدنا شريعة. Han visste vad monetismen var, men han visste inte exakt vad sharian var och Allah عز وجل lärde honom just denna förträffliga sharia. Och ثم هذه الآية كالآية الأولى وكانت فهدى ولم تكن الآية فهدى لأن الله سبحانه وتعالى هدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الشريعة وهدى به وكل من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فله الهداية من الله سبحانه وتعالى. نعم. وبرسيس في الفيرس سير الله عز وجل فهدى وكباك لدى وهنم دي انت البروفيت صلى الله عليه وسلم وكباك لدى دا يتباك لدى. Så det innebär att Allah lär profeten sallallahu alaihi wasallam och alla de som följer hans väg kommer också att finna detta. Så denna är inte bara för profeten sallallahu alaihi wasallam. ثم قال الله سبحانه وتعالى ووجدك عائلا أي فقيرا فأغناك. لا قال فأغنى أغنى النبي صلى الله عليه وسلم وأغنى به فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فله الغنى من الله. نعم. Därefter säger Allah عز وجل och att han fann dig fattig men gjorde dig oberoende eller gjorde oberoende. Och han nämns inte igen att gjorde dig oberoende specifikt utan alla profeten sa som blev oberoende och alla de som följer hans väg kommer också att vara oberoende. نعم. فهذه نعم ومنا تدل على عناية الله سبحانه وتعالى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. نعم. Och detta tyder på att Allah عز وجل kommer att vägleda dem, vägleda profeten صلى الله عليه وسلم och alla de som kommer efter profeten صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على الكافرين الذين قالوا أن الله سبحانه وتعالى ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأبغض النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Och i detta finns ett bevis mot kuffar som påstår att Allah عز وجل lämnade profeten صلى الله عليه وسلم och inte tog hand om honom. هذا دليل قولي ودليل فعلي على عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع من بعده. نعم. وكي ذات في سيد بيس بودي اوتال وكي هاندلي ات الله عز وجل تبهام البروفيت صلى الله عليه وسلم. ثم ان هذه النعم تحتاج الى شكر وتحتاج ان تقابل النعمه بماذا؟ بالشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. نعم. اوكي على ذا سجوبر kräver tacksamhet. Alla dessa gåvor kräver tacksamhet. Och tacksamheten visar man med hjärtat, med tungan och med kroppsdelarna. Och det här omrar Nabi sallallahu alaihi wasallam
وكذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده انه يقابل اليتيم بماذا نعم Och därefter gjorde dess profeten sade som att det som kommer efter honom att ta hand om den faderlösa. Hur? فأما اليتيم فلا تقهر. يعني اليتيم تقدم معنا هو من مات أبوه ولم يبلغ. فلا يمكن لنا أن نسيء إلى اليتيم لا بالقول ولا بالفعل. وهذا فيه الأمر بالإحسان إلى اليتامى. نعم. أوكي. Detta gör man genom att inte förtrycka de faderlösa. Utan man ska ej behandla de faderlösa dåligt, utan man ska vara bra mot de faderlösa. وأما السائل الذي يسأل سواء كان يسأل عن العلم أو يسأل المال قال فلا تنهر لا تزجر هذا ولا ترد هذا إلا بقول معروف نعم Och därför säger Allah att man ska inte stöta bort den som ber om något. Och detta kan omfatta kunskap, pengar och vad som helst. Så om någon kommer och frågar dig om något så ska du inte stöta bort honom. Utan du ska bemöta detta på bästa sätt. Och kadalika, wa amma bi ni'mati rabbika, aya ni'am al-kathira. Labud an tatahaddath bi hadhihi ni'am, wa tansib hadhihi ni'ma ila al-mun'im al-mutafaddal subhanahu wa ta'ala. Naam. Och i sista versen så säger Allah azza wa jalla och berättar däremot öppet om din herres gåvor. Så de här gåvorna är väldigt många. Och dessa gåvor ska man berätta öppet för människorna. Och att man ska veta och man ska berätta för människorna att det kommer från Allah azza wa jalla. I den här sura fiha bayan manzilat al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Och kadalika tba'a al-Nabi sallam min ba'di. Naam. Så detta kapitel klargör profeten sallallahu alaihi wa sallam status. Och även statuset av de som följer honom sallallahu alaihi wa sallam. Och i'ta al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam al-ata al-kathira wa al-irshad ila anna ma inda Allah khayr mimma fi hadhihi ad-dunya. Naam. Och även att profeten sallallahu alaihi wa sallam har fått mycket, otroligt mycket och även att allt som kommer hos Allah eller från Allah är bättre än hela denna dunya. Och fiha muqabalat al-ni'ma bil-shukr wa rad ala al-mushrikin. Naam. Och även i versen så ser vi att det finns bevis att man ska ta emot gåvorna med tacksamhet och även ett bevis mot mushrikin. Idha law sa'alak sa'il wa qal urid an tadhkur li shay' min manaqib an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Aw min fadail an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw urid an tuhaddithni 'an an-nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Om någon skulle säga och fråga dig om jag vill att du ska nämna några av profetens sallallahu alaihi wasallam särskilda drag eller hans förträffligheter. Då ska du säga taqra alai hadhihi as-sura. Läs detta kapitel för honom. Wa taqra alai ala ma sa'ati ma'ana al-an alam nashrah laka sadrak. Naam. Och även nästa kapitel som kommer komma ska du läsa för honom. طيب السورة الثانية. نعم. Nästa kapitel. قول الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك الله سبحانه وتعالى يمتنع على النبي صلى الله عليه وسلم من شراح صدره انشراح الصدر هنا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينشرح صدره عليه الصلاة والسلام إلى كل ما جاءت به الشريعة ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره لحكم من أحكام الشريعة نعم Allah azza wa jalla nämner i nästa kapitel, har vi inte öppnat din bröst åt dig, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och vad betyder att Allah azza wa jalla öppnat hans bröstkorg? Jo, det betyder att han sallallahu alaihi wasallam kan ta emot allting som kommer från sharia och han känner sig inte begränsad av någonting som kommer från sharia. Och la bud an yakun hadha halat ba'a nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman yurid Allah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam. فدائما لابد أن تكون منشرح الصدر تقبل كل ما جاءت من الشريعة ولا تضيق أبدا ولا تقول لماذا أصنع كذا ولماذا أصنع كذا نعم وعلى دون سن كومن ريفت البروفيت صلى الله عليه وسلم مصطفى علي كدونا بمصطفى تيموت آل تينج سن كومن فرن الشريعة وبمصطفى ربنا ما تيموت آل تينج سن كومن فرن الشريعة وإنت إلا شين أس بغرنسة ده أو نون تينج سن كومن فرن الشريعة إذا من المنن والنعم على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى شرح صدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الشريعة. نعم. وذهبت
goguna til profetin sallallahu alaihi wasallam wa Allah atan lat honom atan lat hans bröstkor öppnas för denna sharia. Alam nashrah laka sadrak? Hada fi inshirah sadr an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am, ni'ma min ni'am Allah. Och samma sak som man nämnde då att denna vers tyder på att Allah sallallahu alaihi wasallam öppnade profetens bröstkor sallallahu alaihi wasallam till sharia. أيضا من النعم ووضعنا عنك وزرك أي غفر النبي عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام وهذا الذي كان أتعب النبي صلى الله عليه وسلم وأثقل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوزر مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قلنا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم الله من الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر وغفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع هذا يستغفر الله ويتوب إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. وهنا بعد ذلك دو الله عز وجل نمر أكتوب بورد دي بيردا فرام دي دي أندر فرسة دي دينا بعد صوت الله عز وجل فرلاتهم عن فر آل تين سن كم إنا وآل تين سن كم إفتر سو الله عز وجل فرلاتهم فر سامت لغا سندر. Och detta trots att Allah Azzajal har frigjort honom från kyrk, större som mindre, och förlåtit alla hans synder, så bad han Allah Azzajal om förlåtelse varje dag. Eda ni ansharh sadr al-Nabi sallallahu alaihi wasallam lihadi al-shari'a wal-amal biha? Naam. Så Allah Azzajal har öppnat profeten sa som bröstkorg till denna sharia och att han utmed denna sharia. Och jag uppfar lill-Nabi sallallahu alaihi wasallam att taqadda min dhambi och att akhab. Och förlåtit honom för alla synder han har begått innan och skulle begå i framtiden. Och jag tänker dikra al-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dunya och fi al-akhira och fi al-qabr och inda kullin al-khalq inda al-khalq och inda al-malaika. Naam. Därefter höjer Allah azza wa jalla hans status. För han har högre status än någonting annat i detta liv. Högre status än änglarna. Högsta statusen i graven, högsta statusen överallt. Rufi'a al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta qabla an yub'ath. Kana qala anhu as-sadiq al-amin alaihi salatu wassalam. Wa ba'da al-i'tha huwa 'abd wa rasul alaihi salatu wassalam. Na'am. Och han höjdes upp sallallahu alaihi wasallam redan innan han blev en profet. Då de kallade honom för den trovärdige, sanningstalande. De pratade gott om honom. Efter hans profetkall så blev han en profet och en tjänare. Al-anbiya wa rusul alayhim as-salatu was-salam yubashshiru bi ba'thati alayhi as-salatu was-salam. Och alla profeter fick veta om hans profetkall sallallahu alayhi wasallam. La yadkhul al-insan bil islam illa bi dhikri an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa al-iqrar lahu alayhi as-salatu was-salam bil 'ubudiyyah wa al-risala. Na'am. Och ingen kan träda in i islam utan att bekräfta Muhammad, profeten Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Och att erkänna att han är en tjänare och ett sändebud. Fil adhan rufi'a dhikr an-nabi sallallahu alayhi wasallam. I adhan har profeten sallallahu alayhi wasallam. Fil salat. I bön. Inda al-maut man kan akhir kalam la ilaha illallah muhammadun abdu rasul. Na'am. Och även innan döden för den som lyckas säga la ilaha muhammadun rasulullah innan döden. السؤال في القبر يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها؟ نعم في غرابن سهيس بروفيت صلى الله عليه وسلم دو انا رينو دون تري فروغونا ما سكو ستيلا كذلك يوم القيام المقام المحمود والشفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي اول من يستفتح لدخول الجنه عليه الصلاه والسلام نعم وهذا القدوم داغن بروفيت صلى الله عليه وسلم سكو فو دي بيستا بوزيشن ان باراديس انا دي سون سكو فو ميدلا för skapelserna och han är den som kommer att få fråga om meningen först av alla skapelserna. Ma hadatha lin-nabi sallallahu alaihi wasallam laylat al-Isra wal-Mi'raj. Och han har fått al-Isra wal-Mi'raj. Wa ghayraha. Idhan wa rafa'na laka dhikra ay anna Allah subhanahu wa ta'ala rafa' dhikr hadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi amakin kathira wa fi ad-dunya wa fi al-akhirah wa fi al-qabr wa ghayra hadha 'ala ma dhakara. Naam. Så Allah azza wa jalla har höjt upp profeten sallallahu alaihi wasallams namn många platser i detta liv, i nästa liv, i graven och alla andra platser som har nämnts. Thumma ja'at al-bishara min Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Därefter kom de glada nyheterna från Allah azza wa jalla. Ala ma'ala
على أن الأمر إذا ازداد ضيق وشدة فهو دليل على قرب الفرج. نعم. Att om när det blir svårare och mer besvärligt så ska man veta att öppningen kommer bara närmare och närmare. فهذا حال أهل الإيمان أن المؤمن دائما متفائل ويعلم أن كل ما ازداد الأمر ضيق وشدة فهو دليل على قرب الفرج. إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى. نعم. So that are it. Detta gäller även de troende, att de ska veta att ju mer de besväras, ju mer svårigheter de går igenom, så ska de veta att öppningen kommer närmare. För Allah Azzawajal säger att varje besvär följs av en lättnad. Och Allah Azzawajal upprepar ännu en gång att varje besvär följs av en lättnad. Thumma kan al-irshad lil-Nabi sallallahu alaihi wa sallam bimala bi-anna al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam mata وجد فراغ ماذا يصنع؟ يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. وفي سامن الهندس نتير بروفيت صلى الله عليه وسلم att när denna öppning väl kommer så ska profeten صلى الله عليه وسلم vända sig till Allah och dyrka honom. وهذا يكون حال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد أي وقت تجد فيه سعة وفراغ فماذا تصنع؟ تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. وصوصك على دم ترون ده يفرهم صلى الله عليه وسلم بارا. أت نادى بسورة لو كان الله عز وجل كم من مدن أبني صوصك ده بين دلتين الله عز وجل أو تقول كهم. إذن عند الفراغ ماذا يصنع؟ يقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. صوصك ما يرى أن أبني يبال كم ما سك بين دسيتين الله عز وجل كهم. ولا بد أن نرغب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ربك لا إلى غيره. فرغب الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وكمان سكبين ده سيتي الله عز وجل لما يدهوك رغبة وانت تيلو قرنا من الله تبارك وتعالى تأين ده ستيلهم. إذا هذه السورة فيها فضائل للنبي صلى الله عليه وسلم انشراح الصدر للعقيدة وللعمل بها. نعم. Och i detta kapitel finns det, nämns profetens alltså förträfflighet. Och en av dem är att Allah så gärna öppnade hans bröstkorg till att förstå sharia och aqidan. نعم och det här är sharia, نعم. Och denna sharia. بحيث أن الله سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام عمل بهذه الشريعة بل أكمل عبادة هي عبادة عليه الصلاة والسلام. نعم. So Allah عز وجل لارد البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم دينا شريعة och han handlade ut med den på bästa möjliga sätt. وغفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Och profeten صلى الله عليه وسلم förlät för samtliga synder. ورفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أمور و يعني كثيرة. نعم. Och profeten صلى الله عليه وسلم upphöjdes vid sitt namn i väldigt många situationer och tillstånd. ثم كانت البشارة من الله سبحانه وتعالى على أن الأمر إذا ازداد ضيق وشدة فهو دليل على قرب الفرج وهذا فيه النهي عن القنوط من رحمة الله والتطيب ولا بد من التفاؤل. نعم. Därefter så gav Allah عز وجل profeten صلى الله عليه وسلم goda nyheter att om varje gång du besväras, varje gång du blir mer besvärad så ska du veta att öppningen kommer närmare. Och från detta förstår man även att man aldrig ska tappa hoppet och tröttna utan man ska alltid ha hopp. والأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى عند أوقات الفراغ. نعم. وأيضاً أت نار ما بال أبناس نار ما بال بيرو نار ما بال أندر لتاس تسكى من ذلك الله تبارك وتعالى. والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره. نعم. وكت من فيندر سي أو تتيل الله عز وجل وإني أنا أهم من الله. نعم. ثم بعد هذا جاءت سورة التين. نعم. افتر قم بيتي سورة التين. نعم. الله سبحانه وتعالى له قلنا أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نحلف إلا بالله ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. نعم. وكالله عز وجل سفار في ضواد هانفيل وفي من يكون أخر هنا سفار إلى الله وفي سون سفار في دمونانا نرى الله فبقوت أوف جودري إلى بوتو. التين يعني شيء معروف عندهم. أما معروف. نعم. وكذلك الزيتون. نعم. Och
fikonet och oliven är något som är väldigt känt för oss alla. Och i galen att التين والزيتون يكون في أرض الشام، أرض فلسطين وأرض الشام. نعم. وكذا vanligaste eller oftast sker är att dessa här två växter eller frukter finns i Sham. وهذه الأرض فيها يعني كان فيها كثير من الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وكذا dessa platser på dessa marker fanns många profeter عليهم الصلاة والسلام. وطور سينين أي طور سيناء وهذا المكان الذي كلم الله سبحانه وتعالى فيه موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وبدأت سبحان الله بطور سينين وبدسينا أي بارية وددار الله عز وجل تيل طال دسي بروفيت موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين أي مكة وفيه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هذا جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان. نعم. أوكي. هذا البلد الأمين ودينا تريجا ستار ديسيا مكة وكيدين بور إبراهيم عليه السلام وكان البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هذه الأماكن كان فيها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الغالب. نعم. سؤال ديسا تفو بلاتر سو نيمز بور نستان على البروفيت عليهم الصلاة والسلام. لقد خلقنا أي والله لقد خلقنا كل إنسان في أحسن تقويم في أحسن صورة فخلق الله سبحانه وتعالى خلق الله سبحانه وتعالى خلق في أحسن صورة وأحسن هيئة. نعم. دريت سير الله عز وجل قد يور سكوبت مني خوان إذا بستا خيب مدن سو الله عز وجل سكوبت بعد مني خوا وبستا مليجا ست ثم أن هذا الإنسان يرده الله سبحانه وتعالى في أسفل سافرين أي في النار نسأل الله العافية والسلام. كل أحد لا هناك استثناء من الدخول والخلود الأبدي في النار لمن. نعم. Därefter nämner Allah عز وجل den här människan som Allah skapade på bästa sätt ska få hamna i helvetet i det lägsta av de lägsta. Men vilka människor ska ta sin hjälp? Det finns ett undantag. إذا من الذي ينجو من الخلود الأبدي في النار في أسفل سافلين نسأل الله العافية والسلام. نعم. Vem klarar sig från att vara bland de absolut lägsta av de låga och vara i helvetet för alltid? Vem klarar sig? إلا الذين آمنوا أي أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. Därefter säger Allah عز وجل förutom och han ger undantaget på det som klarar sig och det är de som tror. Och vad innebär att man tror? Iman är att man tror med hjärtat, talar med tungan och handlar med kroppen. Och tron ökar i lydnad och minskar i olydnad. Amanu bi arkan al-iman al-sitta ba'da al-iman bi arkan al-islam al-khamsa. Då ska man tro på imans sex pelare efter att man har trott på islams fem pelare. أن المؤمن يعمل. نعم. ولهذا قال وعملوا عملوا ماذا قال عملوا الصالحات. نعم. وبدريفتر سو مسلم أن يهان بدريفتر ما نطرود سو الله سجل نمر أن ما نطرود وبدريفتر يتفر بدريفتر يهان ميا وتواصوا يعني أوصى الواحد منهم الآخر بماذا بالحق والحق هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وبدريفتر så säger Allah så att man ska råda varandra sanningen. Så den ena råder den andra och den andra råder den ena. وكذلك تواصل أي أوصى بعضهم بعضا بماذا بالصبر لأن هذه الدنيا لابد فيها من الصبر. نعم. Och därefter så ska man råda varandra. Så den ena råder den andra. Den andra råder den ena med vad? Med att man ska ha tålamod. Och man måste ha tålamod i detta liv. نصبر على ماذا؟ واصبر طول عمرك. نصبر أولا على الطاعة، تصبر على الصيام والصلاة والحج والزكاة وغيرها. نعم. واصبر كمان طول عمرك. فريمس كمان طول عمرك. ميد ليدناه، ميد فاستا، ميد حج، وميد أندرا ديركا. نعم. ثم تصبر على المحرمات. عن الشرك والزنا والربا وغيرها. نعم. دريفتس كمان طول عمرك. ميد أتونت فيك سيدنا. Som zina,
أطرنت أكليك من السنر. ثم تصبر على ما يقدر الله سبحانه وتعالى عليك من مرض فقر أو حادث أو من لذلك. نعم. وبدريفت سكابنا طورا مود ميدا ديت الله عز وجل بستمر فيه. ثم من هم رنولي كا بير فاتي سكادر سيوك سيدا. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبدريفت مال الشيخ نقص في تميدي.